تلقى البطريرك الراعي كتابا رسميا من الفاتيكان يدعوه إلى الالتحاق باللجنة التحضيرية لانتخاب البابا الجديد. وسيتوجه الراعي الاثنين المقبل إلى حاضرة الفاتيكان بعيد ترأسه الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة. الراعي الذي عاد من زيارته الروسية أكد أنه من المعيب ألا يتوصل المسؤولون إلى قانون انتخابي جديد بعد 5 سنوات من الدرس. لأنه إذا كان الشعب بده يشوف أن السلطة السياسية مش قادرة تتفق تعمل قانون على مستوى لبنان مش على مستوى الأشخاص، الناس بيفقدوا ثقتهم ببعضهم، لذلك بدهم يعيشوا هن بدهم يعيشوا حياتهم ودورهم بحلوا محل الدولة. وقت الدولة بتعطي هيبتها ورجال الدولة بيحترموا نفسهم وبيطلعوا بقانون جديد الناس كلها بتحترم والناس كلها بتتعظ.